حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن مأساة من مآسي العراقيين بعد عام 2003 وهي قضية النزوح ومأساة النازحين. تابعونا بعد الفاصل. كان 15 سنة نعاني، لو مربينا طفل هم صاروا هم لزم الدولة. يا حكومة المو جميلة، يم حجاب بقى السرير المرضى ويغطي الجديلة، يم دماغ الفارغ وناقص علم، ماكو غير الشنه ما عدنا زلم. يا حكومة شقد حقيرة شقد فطيرة، ما دريتوا ولا سمحتي كل جمال القائد بصحوة الضميرة، وهم شرط بالقصة غيرة، وانت دولة وعدها جرعة لكن ولا قطرة غيرة. يا حكومة المهزل الشعب بيشبتلي وبطلك للنستلة. عمي يا نستلة انتو والويات كلكم اغبياء، ليش غشيتوا شعب كله برياء وناس فقرة؟ ومن جيتوا كان ضمها انبياء، وكان واحدكم حمامة، وكان من يمشي امامة ومرتد براس الاعمامة. تار جنسيتي انعدكم والقبر كون لبكم، طاح حظكم وين وصلتوا العراق؟ وين يلكلكم نفاق؟ هاي بيريتي بعدهي وعنده موجود النطاق، ومن نقوم تصير ثورة، وثورة الجوعان خطرة، العامل من يضيع صبره والفلح عندها مناجل وتنتخب زود السنابل، وهي خضرة وهي صفرة، وانتو بالخضرة بعدكم. راح اجيكم انا واصحاب المناجل وراح احشكم من جذركم وتنترس منكم مزابل يا مزابل. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن النازحين. أكو حلقة جديدة بهذا المسلسل اللي مدى ينتهي. النازحين اليوم تعرفون هم أما نازحين بمخيمات أما نازحين في محافظات العراق بالشمال وبالجنوب وبالوسط وبشرقه وبغربه. لكن اليوم أكو قبل فترة حكينا عن قضية إعادة النازحين قسرا إلى محافظاتهم إلى مناطقهم، وأكو نازحين ممنوع يرجعون إلى مناطقهم. اليوم أكو شكوى من بعض النازحين تحديدا ببابل وبجرف الصخر واللطيفية وديالة أن هم يشكون من مطاردة مستمرة من جهات مجهولة تحاول تجبرهم على النزوح مرة ثانية. خلونا نسمع شكوى النازحين. تهجرت من لطيفية، من تهجرت من لطيفية غير جيت على أخوتي يلفون الماوى اقعد بي انا وجهالي. بنيت هنا كوخ، اول ما جيت بنيت كوخ اللي لما ابنى كوخ واقعد بي واريد اسر على جهالي. زين هدي يصير اسر على جهالي، يجي النوب يريد يهجرون من هذا المكان، وين اروح اتهجر بيا مكان؟ وين اروح؟ اللي دخل يدلون المكان اروح بي. زين احنا غادي لك 16 شهيد انا منطي باللطيفيه، 16 شهيد والله العظيم بالارهاب. زين هل يصير اجي هنا اقعد بهاي المناطق اللي على اساس اللي لفتني وردوا يشيلوني هماتين؟ اكو جهات متنفذه جاي تفتر ورانا على شنو؟ ناس مهجره جاي من اللطيفيه، ناس من الجرف، ناس من دياله، وهنا قاعدين، هنا مهجرين، هنا قاعدين، وين يروحون ذولا؟ وين يروحون؟ ذولا وين يروحون؟ وين يقعدون؟ حسودين محل ترجعون لبيوتهم؟ اي حل ماك، فلوس ما عوضتهم، كل شيء ما عندهم، حتى رواتب ما عندهم، يشتغلون عمارة كفيله، يتعشون ما يتغدون، يتعشون ما يتغدون. وين يروحون؟ وين يروحون تدون شيء؟ وين تدون؟ وين تودون؟ وين تروحون دين؟ طلعونا إذا تدون ما تدون طلعونا خارج عرا، خلنا نولي، طلعونا خارج عرا، كل ما يسافرون الناس يشوفوا يذبونا بيا مكان غير هذا المكان. وين وين نروح؟ وين ما نعرف وين نروح، والله حرنا وين نروح. واحد من الناس مهجر من محافظة دياله من ناحية جلولاء قرية الإصلاح الشيخ بابه، متزوج وعندي أربع بنات، والناس اللي هناك ضربونا وهاي تقارير مالتي، عندي تلف بخلايا الدماغ بجهاز التحكم بالعقل. تزوجته من 2007 لحد الان انا راجع امريه اللجان مال بابل وامريه اللجان مال مستشفى هذا مستشفى ببغداد، امريه اللجان واعطونا تقارير عنده عجز بخلايا الدماغ وتلف بالانسجه الاوعيه الدرقيه بالدماغ. فانا اشد الحكومه ان تنظرني بنظره الاعتبار، انا عندي اربع بنات وين اروح يعني؟ حياكم الله. من جديد سمعتوا شكوى بعض النازحين بجرف الصخر واللطيفية ودياله انه وين يعطون وجههم؟ وين يروحون؟
واحد يقول اللي أنا نزحت من منطقة اللطيفية أنا وعائلتي وواصل إلى مكان باني كوخ على قد حاله وعايش بيه، يقول هسه يطالبوني أنه أنزح عن هذا المكان مرة ثانية وأتهجول وأترك بيتي وأترك هالكوخ عابرة معتبرة بيت. مواطن ثاني يقول إحنا تهجرنا من مدن جرف الصخر واللطيفية وديالة ونسأل الحكومة وين راح نروح ومعوضونا لا بمال لا بمواقع بديلة معطونا أي شيء، وهسه إحنا نعيش بظروف سيئة جدا وهمنا يطالبونا ننزح من جديد. هاي ملخص إلى شكوى بعض النازحين. هذا موضوع حلقتنا اليوم. أي شخص يريد يتصل أرقامنا أسفل الشاشة يقدر يتصل عليها، أيضا أكو رقم برنامج الواتساب، أي شخص ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا رسالة، أتمنى أن تكون رسالة مطبوعة باسمه ومكانه حتى نقراها للسادة المشاهدين. أول اتصال ويانا اليوم أبو نزار من محافظة كربلاء، حياك الله حبيبي. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. حبيبي أنتم تحشون على موضعية النازحين. نعم. وضعية النازحين الله وكيلك ومحمد كفيلك كلها إيران وقاسم سليماني ما يقبل بالنازحين يرجعون، هي الحكومة الموجودة هسه تأخذ أوامر من إيران. فإيران لها يا أخي بريد روح للقاضي وتعال، أنت من الجاي يحكم العراق؟ جاي يحكم العراق إيران، جاي يحكم العراق قاسم سليماني. هو هذا مؤامرة من البداية للنهاية سووها على العالم وبرمجوها وكملوها. وأنا أقول لك النازحين إيران قاسم سليماني ما يقبل يرجع، هذا الحكي كله أحكي لك إياه الله وكيلك ومحمد. أبو نزار بنظرك ليش؟ إيران هي تحبك، إيران هي عدوة لك، إيران مو كسرت خشمها 8 سنين، إيران شو تدور وراك بعد؟ تدور وراك تسويك بخير صحتك؟ لو هي البهذلتك يا حبيبي يا أسد يا بعد روحي ما يراد لفرشي هذا. إيران اللي دمرت العراق تدمير كامل، وهي النازحين كلها من وراء إيران، حتى السياسيين الموجودين ما الحمامنا أبناء الحامة إلى ما راحوا تلوقوا وصاروا الإيران أما يبقون وما بيهم كل فائدة ولا بيهم كل حق. هذا أقول لك أنت خوي تدري سليم من جار رئيس برلمان من رادة ويوخرون الشيخة، إجا الشيخة السليم إجا قال له وخر وما رضى يوخر. قال له أنا أخذت أمر من قاسم سليمان أو وزير جسمه هذا وزير الداخلية جسمه عمالتهم هذا سفير السفارة وزير السفارة، قال أنا أخذت من عدة أمر أرجع وراح لإيران وإيران رجعته وخروا العبيدي وزير الدفاع. أنت يا أخي ترى هي مو برد شيء مضموم شيء مبشوب يا حبيبي هذا. نعم الله وكيلك ومحمد كفيلك. طيب أبو نزار يعني أنت شرحت هاي الحالة وشرحت أنه إيران ما الذي تفعله في العراق وشنو الأسباب، برأيك الحل شنو؟ أقول لك يا هاي الحكومة اللي جتك جتك وين؟ جتك على ظهر الدبابة الإيرانية والأمريكية يا أخي. طيب أنا أبو نزار يعني أعرف شرحت هاي الأمور كلها وسمعتها منك، لكن سؤالي هو الحل حتى العراقي يرتاح من هاي الأمور. والله الحل لا ما تكاتفه الشعب سنة وشيعة ومسيح وصبة، هذا الحل كل حل ماكو يشهد الحل. هسه احنا هذا جرف الصخر قريب علينا كربلاء، تعال هذا جرف الصخر قال هجروهم، تعال شوف اخذوا بيعانهم طلعوا لهم كفلكة اخذوا عقودهم اخذوا حلالهم. والله كل واحد قاعد يمه انا جايب كربلاء قاعد يمه يقول الله وكيلك الغراض مالنا والمرشات مال الزراعة كلهم يبيعون بها قدامنا الحشد هذا الحرام. الله وكيلك محمد شنو الحل؟ ماكو حل يا اخي، ماكو حل الا بس الشعب وين يقدر؟ لا من الشعب قل سموه مثل ذاك اليوم انا عاتبك على هذا ابو دياله اسد. نعم الو اسد. نعم اخويا وياك عاتبك على ابو دياله قبل خابرتك انا قبل كم يوم اتصلت بيك وقلت تعالي ترى كلها رايحه لا بصره ولا ناصريه ولا سماوه ولا ابو ديانه ولو خلي يقول ما يخالف بحروق قلبه بس انا عاتب
لان ايش يقول لك فيهم هذول الجنوب الحشد مالهم ايش بتدنا والجير وياهم. ابو دياله خابرت انت قلت له لا ما خابرني من دياله انا خابر العفو ما خابرني من الناصريه خابرني من كربلاء. نعم احنا شنو هاي كيفون بها هم السياسيين اذا انا اقول السني وذاك يقول الشيعي وذاك هي هاي اللي فردها والعالم. اقول لك احنا كان حربنا احنا وايران الله وكيلك بساتر واحد ما تعرف جني مسيحي صبي شيعي كلنا نقاتل عدو واحد هم تكاتفين. اجوا ذولا هم السنه الحكومه السنيه وهم الحكومه الشيعيه دمروا العالم هاي الشغله وما بيها. نعم حبيب قلبي. شكرا 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 يرحم والديك. اشكرك ابو نزار من محافظه كربلاء والروح للقادسيه ويا الاخ سالم حياك الله. خويا الله يخليك ويسلمك الله. يسلمك. بس الميليشيات ايرانيه وكل الشيء لا ترحم حتى الطفل لا ترحم حتى المراه لا ترحم حتى حرمه المنزل حرمه الجامع حرمه كل شيء حرق المزارع. يعني شنو حتى المزارع اللي الناس خسرت عليها مئات حرقوها حرقوا النخيل بديال سووا بديال ثلاث اربع نخل بديال حرقوه. زين ولا لا؟ ها؟ زين هناك ارسال شدنا مخدرات ارسلت الى مدينه الى محافظه ديالى مزيدا اطنان من المخدرات والاسلحه اللي ارسلتها ايران. زين ولا لا؟ دعما لميليشيات الموجوده هنا في العراق وكلها هي شيعيه. يا اخي سووا لنا حلوى الشيعه والله العظيم ضرب الاخوه يا اخوي حتى الطفل قاموا ولا يرحمون قاموا يرسلون اطفال من قبل الحروب من حتى الطفل يرسل للحروب. يعني الطفل اللي يخاف حتى من الطلقين يسلحوه ويرسلوه للحروب. يا اخي هذول ما وحشيه هاي وحشيه يعني حق الله العظيم وحشيه يا اخوي وحشيه هاي مو طائفه هاي بسيطه هاي مو طائفه ابويا والله العظيم يعني حتى اقول لك الطفال بعد غدا ترسل للحرب لان حتى حرمه الجامع المنزل على غدا الناس حتى بعد ما تؤمن ببيوتها بملاجئها. نعم لا لا وكلها بسبب ميليشيات الشيعيه المدعومه من ايران. يعني لازم الوقوف ضد الشيعه. نعم لكن بسبب الشيعه والله العظيم احكي لك بالله الكريم وشرف الاستاذ محمد يعني شوف على حجم الجرائم اللي تحصل. يعني شوف ذبح للاطفال يعني مثل مجموعه من الاطفال الرجاجه تم ذبحهم اطفال كلهم بنات وبنين وغيره. ها وهي حقيقه يعني هناك ارتكاب بالعراق جرائم واكثرها اطفال ذبح للاطفال ذبح للبنات ذبح يا اخي هاي جرائم جريمه بعد جريمه لازم الوقوف ضد هالوحشيه هذه والله الكريم. نعم معني؟ نعم لأن هناك حتى نعم حتى سيطر على كل شيء من ممتلكات الناس كل شيء سيطر عليه حتى أمواله قدروا يداهمون منازل الناس اللي بيسرقون أموال الناس مسوقات الذهبية مال الوادي مال الناس ببيوته حتى ببيوته ما تسلم أموالهم هم ببيوتهم هناك. زين هاي صارت عصابات هاي مو ميليشيا هاي عصابه هاي نعم يدعم من اجل الناس يسمونها هاي قوه امنيه لو ميليشيات لو عصابه. يعني بعد ماكو حرمه المنزل وحرمه اللجامع يعني وفعلا صارت في بغداد صارت مداهمات منازل الناس بكثره غدوا يعتقلون الرجال ويختلسون اموال الناس اللي هي ببيوتهم. وهي حقيقه والله بالله الكريم يا اخوان هاي صايره يعني وضعيه كلش صعبه ولازم الوقوف بوجه هذا الخطر والله العظيم حتى الناس تعيش براحه. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا 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 لك اخ سالم. الى موصل الحدباء ابو عمار حياك الله. ابو عمار انقطع الاتصال ويا ابو عمار. طبعا قضيه مطارده النازحين سمعتوها باذانكم، لكن اكو قضيه اخرى هي دا يتعرضوا لها النازحين اللي رجعوا بمحافظه صلاح الدين، انه بعد سنوات النزوح
أعيد قسرا إلى محافظة صلاح الدين بقرار حكومي قادمين من مخيمات منتشرة بنينة، وتمهيدا لعودتهم إلى مناطقهم. لكن هذول النازحين يواجهون هجمات بقنابل يدوية وبأسلحة رشاشة. أكو ثلاث هجوم، يعني ثلاث هجمات صارت عليهم. مسلحون قاموا بمهاجمة أحد المخيمات بالشرقاط بوابل من الرصاص بعد هجوم بقنابل يدوية دون تسجيل أي إصابات، لكن حدثت حالة من الترويع والخوف إلى النازحين اللي عايشين بهذا المكان، أغلبهم من النساء والأطفال. أكو أكثر من رواية، رواية تقول أنه منفذي الهجوم هم سكان محليين عايشين بهاي المنطقة رافضين عودة النازحين إلى مناطقهم لاتهامهم بالصلة بتنظيم الدولة إن ثبتت هاي التهمة، بينما يرى آخرون أنه هاي الهجمات مدبر إلها من بعض الجهات المتنفذة والمستفيدة من بقاء النازحين خارج مناطقهم حتى يكون النازحين ورقة انتخابية يستخدموها في الانتخابات المحلية أو انتخابات مجالس المحافظات. سعد من الكويت حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام. أنا سعد من السعودية يا أخي. عفوا، سعد من السعودية. الله يحفظك إن شاء الله. أعتذر منك يا أخوي. لا أبد محفوظ. الله يبارك فيك يا أخونا المقدم، والله يبارك في هذه القناة الفاضلة الشريفة وأهل العراق الشرفاء الكرام. بارك عمرك وخليك. أنا أقول يعني والله يعني يائسين إحنا من الحلول، لكن بنطرح حل يمكن إن شاء الله إنه دول الخليج حكم مع الله أكرمهم من هذا نتكفلهم بهذول الناس. الحكومة العراقية ما مسوية قسما بالله ما مثقال ذرة ما يرجع وراها إنها تسوي لهذول الناس أي مساعدة. نقول دول الخليج تتكفلون بهذول النازحين تحت مظلة منظمات عالمية تشرف على هذا الشيء لين يتم إن شاء الله بحر هذا الفساد وإعادة العراق لأهله ومكانته اللي كان عليها إن شاء الله. وأنا أقول أطرح هذا الاقتراح إن شاء الله، يعني هذا يعني حل ولا يعني شيء من هذه الحكومة وما نرجي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن الفرج للعراق وأهله قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخ سعد. أخ سعد يعني مواطن من السعودية مشكور، وحيا الله هو وأهالي السعودية. أخواننا قدم مبادرة على الهواء مباشرة أنه الدول العربية تتكفل بهؤلاء النازحين. هو قدم المبادرة إن شاء الله توصل إلى أصحاب اليد البيضاء أو الأيادي الخيرة، علما أنه أخ سعد أن المنظمات الخيرية ما ترك هاي النازحين. لكن المشكلة في قضية النزوح والنازحين اليوم اللي هي المعاملات اللي دا يعاملون بها أهاليهم عن طريق الميليشيات، عن طريق جهات متنفذة، عن طريق الحكومة العراقية. يعني هم هربوا من السلاح ومن آلة القتل إلى مخيمات، اليوم رجعوهم إلى مخيمات أخرى قسرا ودا يتعرضون إلى هجمات. هاي المعاناة اللي دا نطرحها. أبو عمار من الموصل رجعنا، حياك الله. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحيا قناة الرافدين بالجهاد وشي. حياك وبياك. على مود النازحين. نعم. النازحين خير يرجعوهم إلى ديارهم ويدورون على المعتقلين يفرجون على الناس المظلومة وعلى المعتقلين المغيبين، حتى واحد ينتخبهم ويسوي مواطنة مواطنة وطنية. نعم. مصالحة. إيه. وإيش الريد؟ الريد الله يستر علينا وعلى البلد، وريد الاستقرار والأمان. أسعى ما هم يدوروا انتخابات، ومن هنا يعني الناس مضرورة، بيوت الرايحة، الناس قاعدة بالمخيم، الناس المغيبين. يعني هم ممكن يدحقون على الناس، يدحقون على المناطق المحررة، لأن هم شافوا الظلم من داعش. ما صحيح؟ إيه. نحن إيش الريد؟ الريد عندي أخاني مظلوم معتقل، هاي صار لي سنة ونص يعني ما أندر كل مكان عنه. نعم. إيه. وحكمه ظلم، والله ما عنده كل شيء. وين اعتقله ابو عمار؟ والله نحن من بالموصل، صار تدقيق حاسبه، جاء اخوي كان موجود عندنا بالبيت، رحنا على المدرسه فدقينا حاسبه كملنا ورجعنا. نعم. ورجعنا والله
قاعدين جت سيارة همر طبقت قال أخوي اعطينا هويات القسيمة اعطينا هويات القسيمة قال أخي مش طبعا أنت ويانا أنت مطلوب لنا التدقيق ساعة الزمن ورجعوا وخذوا هاي صار له سنة ونص نحن كل شيء ما نعرف عنه زي أنت قلت حكموه جانا خبر قالوا إنه محكوم 15 محكوم تهمة شنو وين منو الحكمة والله هم بالقضاء غادي تلقي طيب التهمة وصلتكم عرفتوا شيء عنه وين يعني مسجون والله هو يقولون مسجون بالفيصلية وما نعرف طيب والله. من سألتوا عنه شو يقولوا لكم يقولون هو يعني مش على أساس عنده يعني اشتباه بالأسماء وإن شاء الله تعرف من التحقيق من التعذيب وشي كان اعترف هو والله بريء والمنطقة كلها تشهد له نعم اي والله ونحن نريد الله يفرج على المظلومين ويرجعون طيب. المغيبين ابو عمار اذا تسمح لي انت تقول اخوك انحكم يعني وصلكم خبر انه حكم 15 سنه ومن تسالون تقولون انه هو اكو اشتباه بالاسماء عليه زين هسه ما قلت لهم انه وصلنا خبر انه هو محكوم وين انحكم وين مسجون شو يقول لكم عنه والله ما حد ما يعطينا صورة حل يقولوا يعني يابا تعالينا موجود ما حد يجي يقول روح انتوا ارهاب يابا نحن والله مو ارهاب وحتى طيب. قلت لهم يعني لو ارهاب هو شلون يدق حاسبة ودققوا ورجعوا على البيت كان يقولوا له طبق على صفحة انت مطلوب لنا نعم بس هي الشكوى كيدية واحد كل مشتكي عليه وهي نعم 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 أيوة والله. شكرا 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 لك ابو عمار وربي يطمنكم على اخوك وربي يطمن قلب كل ام واب وزوجه وزوج على كل مفقود الى او مسجون الى ويرجع لسالم غانم كان من المفترض ان يدخل ويانا ابو ياسين من بغداد انقطع الاتصال وياه اتمنى يرجع يعيد يتصل بينا حتى نسمع رايه بالموضوع اما الان عندي من مدينه الصدر ابو جعفر حياك الله ابو جعفر السلام عليكم اخي غسل عليكم السلام والرحمه والاكرام تحياتي لكم ولقناتكم والمناضلة المجاهدة قناة الرافدين والإخوة العاملين بها جميعا حياك وبياك أخوي العزيز تفضل عظم الله لنا ولكم بالأجر باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وثلة من الزائرين اليوم استشهدوا بسبب الفساد الإداري لهذه الحكومة الخائنة للعملاء لإيران وغير إيران أخي رفل اليوم موضوعنا على النازحين نعم نازحين حقيقة الملف لا له بداية ولا له نهاية يعني هذه النازحين جسر الصخر ولا كان من اللطيفية ترى هاي كلها مواقع استراتيجية أو جغرافية سنية أخوتنا السنة هذا كان يكون مخطط من قبل قاسم سليماني أي من قبل خلينا نقول إيران هذه إلى الحكومة العميلة زين إلى الحكومة العميلة حتى شنو يجعلون التفرقة ما بين السنة والشيعة وهي هات من الذلة كما قال الإمام الحسين عليه السلام والله وبالله وتالله عبرتها علينا سنة 2007 الطائفية بس ما تعبر علينا هذه أفلامكم الكرتونية البروتوكولات اليهودية الصهيونية يا عملاء يا دولة يا حكومة نعم وبالخصوص هذه الميليشيات وبالخصوص هسه الحكومة هاي اللي يسموها الشيعية أنا لا معك شيعي حبيبي وإن شاء الله ما والنعم منك بس والله يا أخي يا رفل هذولي هالهسه عندنا الحكومة الشيعية يشهد الله ورسوله ما واحد عنده جنسية عراقية كما هو عندك وعندي الجنسية حبيبي نعم احنا عندنا جنسية عراقية وعايشين على الحلوة والمرة أهلنا بالعرف الاجتماعي في هذا العراق اللي هو خيمة العراقيين جميعا نعم جميع الورود اللي هي السنة والشيعة والتركمان والأكراد والصابع وإلى شيء آخر هيهات من الذلة من هذه الحكومة زين هسه احنا يا اخي يا رفل هسه كثير من الامور كثير من القضايا السياسية والاخبار وجنابكم دائما انا اتابع جناب اخباركم السياسية زين الاخوة النازحين بالالاف انا المتحدث من مدينة الصدر زين من بغداد الرشيد والنعم منك ومن اهالي بغداد ومدينة الصدر تفضل الله يسلمك الله يحفظك اخي رفل والله جميعنا نخرج بمظاهرة مليونية ضد هؤلاء الطغاة العملاء زين كلش أذونه والله العلي العظيم هسه احنا في بغداد كثير من النازحين من الأخوة في الموصل ومن الأخوة من جرف الصخر وهذا عند علاقة حميمة بهم وقوية كلش قوية يشهد الله يبكي الدم القلب ينزف دم منهم
قضية لا أكل لا شرب لا لبس لا صيفهم لا صيف وشتاهم لا شتاء. ولكن إذا تجي إلى المحافظات جميع المولان ترى كلها هي مهجرة. صدقني هم المتنعمين بخير العراق. هسه قبل شوي في أحد الفضائيات والله سمعت في القضايا على ال... على ال... على البترول وعلى الفساد الإداري في وزارة النفط ما أنزل الله به من سلطان يشيب القلب قبل الرأس. والله قبل الشعر هذا يشيب القلب على على الفساد الإداري وعلى التليونات وعلى المبالغ الخيالية يا أخي يا رفل. أين العراقيين يا أخي؟ العراقيين وين؟ يمكن شاهدت البارحة واليوم يا أخي يا رفل وكل العالم شاهد كربلاء اللي هي مليونية يا أخي مثل ما رحت للمال حسين اللي هو هيهات من الذلة ودافع عن عن المظلومية ودافع عنكم يا عراق دافع عن الإنسانية كلها حتى على اليهود إنساني إنسان الحسين. فأنتم ليش يا أخي ما تقاتلون وتدافعون عن حقكم إلى متى يا أخي يا رفل؟ والله هذا تغسل القلب والله العظيم. قلت أبكي هسه أبكي من أشوف قاعد أشوف النازحين اللي بالعراق رجال ومساء ما عندهم هذول ما عندهم غيره الحكومة ما عندهم غيره جايين يملون بطونهم وجيوبهم ومشاريعهم خارج العراق يا أخي يا رفل صدقني وأولادهم في أرقى الجامعات والكليات خارج العراق زين وهاي الشعب عانين فلوس وتالي بتالي يا أخي الشعب العراقي إلى الذلة فهيهات من الذلة وعاش العراق بجميع فواته ومداهه وأديانه. وأشكرك على هذا شكرا لك أبو جعفر ولهاي الكلمة من بابل الأخ مصطفى حياك الله. عليكم وأنا خبرتك قبل فترة سيدي إذا أمكن أخ مصطفى ألو تفضل إذا أمكن تعلي لي صوتك حتى السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. أنا مصطفى من بابل من ناحية جرف الصخر. حياك الله. احنا نطالب العودة إلى جرف الصخر يعني صارنا 6 سنين نازحين وما عندي أنا هسه ما نملك احنا كيف أنا وطني عراقي بالعراق وما أملك هذا المتر يعني ما عندي أنا قاعد صار لي 6 سنين إيجار يعني إيجار وبالشهر وشهر 250 واشتغل عمالة يعني شو سوى أنا بهاي الحالة والجرف محرف صار له 6 سنين وما حد بي وبيا الجيش ليش ما يردوننا ليش يعني احنا نطالب بالعودة الى جرف الصخر ما عندنا شيء احنا نعم يعني احنا مواطنين عوائل فقرة ما عندنا شيء قاعدين ايجار هسه احنا ويدرون بينا الحكومة وسامينا داقين الحاسبة لا عندنا شيء لا عندنا مطلوبين للحكومة ليش ما يردوننا نعم يعني 6 سنين احنا متحجرين صارنا 6 سنين لا سنة ولا سنتين مو حتى هسه الدول الخارجية تحرر وتقضي محارب هذا صار له يعني احنا نطالب بالعودة الى جرف الصخر يعني بس هاي نطالب انت في شيء ما نريد لا تعويض لا هدوم لا فلوس كل شيء ما نريد من الدولة يردوننا لقيعنا ولبيوتنا والحناننا وكل شيء ما نريد من الدولة احنا هسه دايحين بالشوارع والله يوم كل يوم ببيت دايحين يعني مثل الدايحين لا عندنا ملك لا عندنا بس قاعدين ايجار وندق عماله نعم وما نطالب غير بس بالعودة وكل شيء ما نريد كل شيء ما نريد من الدولة الدولة فيش ما أريد والجرس صار له محرر 6 سنين مو تقول سنة وسنتين صار له 6 سنين 6 يعني ما يقدرون يردوننا ما نطالب غير بس بالعودة وفيش ما أريد احنا نعم رحم الله والديك سيدي ومشكور والديك الرحمة أخ مصطفى. أبو عباس من محافظة النجف حياك الله أبو عباس. أبوي الله يساعدك يساعد قناتكم أبوي يساعدك ربي إن شاء الله حياك الله تفضل. بس احنا يعني الزرقاء قبل هيك يوم التاريخي قبل 7 ايام كتلوا من عندنا ابويا 350 واخذوا من اولادنا 1350 ابويا يريد اولادنا ويريد حقوقنا احنا هم عراقيين يعني يعني هيك يوم حرم قتلوا اخواننا ونسائنا. بس ابو عباس من رخصتك انت تقول قتلوا من عندكم 52 واخذوا 1350 قبل اي قبل 7 ايام؟ لا لا يعني الذكرى قبل 7 ايام احنا جماعه الزرقاء اها قتلونا بيوم العاشوراء 350 قتله نعم استاذ 350 قتله و1300 لحد هسه ما موجودين بالتاريخ ما موجودين هم عراقيين يعني ليش يسوون سنة والشيعة يعني هي الإيران إيران يخدر بشعب العراقي نعم
انقطع الاتصال ويا ابو عباس. ابو محمد من تركيا حياك الله اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخويا الغالي. تفضل. اخويا الغالي احنا موضوع النازحين، النازحين هسه يريدون يرجعون، وين يروحون؟ وين يقعدون؟ يعني هو اكو فد يعني بيوتهم راحت. نعم. زين، يعني والله هسه انا بتركيا ثق بالله احنا بهم الاعتبار نازحين، يعني هسه من اشوف البناء والاعمار اللي عندهم والله انقهر. تعرف ليش انقهر؟ لان اخي هم ايش عندهم؟ يعني تركيا ايش عندهم؟ عندهم نفط اللي عندنا، عندهم خيرات اللي عندنا. والله العظيم اقسم بالله يا اخي شارع النام بالليل نقعد الصبح نلاقي شارع مبلط، بالليل يتبلط. والله اقسم بالله طريق مترو للترام، يعني ايش اقول لك؟ اقول لك بشهرين ونص ثلاثه يكمل وينفتح. يعني شنو قصتهم هم هسه الحكومه هسه يا اخي خلي يعتبرونا، يعني شلون نقول يتصدقون، خلي يتصدقون على هذا الشعب، خلي يعني الموصل. ابو محمد انت تسال السؤال بدايه كلمتك، قلت يعني النازح يريد يرجع لمنطقته، وين يروح؟ لان ماكو بيوت، بيوتهم تهدمت. ما تعتقد انه هذا السؤال الاهم بالموضوع، انه المناطق اللي تهدمت بصلاح الدين وبالانبار وبالديالة وبجرف الصخر وبالموصل وبكركوك محافظة التأميم عفوا، ما تعتقد انه هذا واجب الحكومة، انه لازم هي بعد ما تهدمت هاي المناطق ترجع تبنيها، ترجع تعمرها، تبني المدارس، تفتح المجاري؟ احنا هذا الدريدة. اقول لك شغلة، يعني الطامة الكبرى انت عوف الحكومة، لا تنطي للنازح. نعم. بس لا تبوقى اخي، لا تطيب بس لا تبوقى. يعني انت تعرف هسه المنظمات دا تنباع وتنشر بالشمال، منظمات يعني منظمات جاي تساعد النازحين دا تنباع وتنشر. زين والله دا تنباع وتنشر بالشمال. انت تدري هسه بالموصل يا اخي، هسه احنا عيب نقول، يعني احنا كليتنا اخوه ان شاء الله، ماكو فرق بين سني وشيعي ومسلم ومسيحي، وهاي بالذات الموصل، ترى الموصل العراق مصغر، جميع الطوائف فيه وعايشة هاي سنين. والله العظيم من دور آبائنا وأجدادنا، يعني فواتحنا يجون وفواتحهم الروح بمناسباتنا وبمناسباتهم، بس هسه دا يسوونها بال يعني غصبا عنا دا يسوون التفرقة. يعني هسه تعرف سهل نينوى لواء 30 ما دا يقبل عربي يبني، أتحدش يطلع هسه شخص، يعني أنا هسه مثل بيتي بالأيمن منتهي وعنديش كم فلس، وعندي قطعة أرض تدري هناك رخيصة، يعني مو مثل تشتري بالمدينة بالسهل. أتحدى يقدر يبني، ما يخليك يبني تبني، ما يخليك أخي، ما يخليك تبني عربي، ما تبني لو يعني إحنا ما نريد، خلي يعرفون تاريخهم شنو، منو هم اللي ما يخلونك أنت العربي تبني بديرتك ومنطقتك. يعني إذا نيجي للتاريخ أخي، والله مو عراقيين، بقايا نادر شاه، وما مشكلة نقول ما عاشوا ويانا وهاي مئات السنين وصاروا من نوبينا، بس مو يتملكون البلد وما يخلوك حتى تبني ببلدك. يعني بنفوسك، راني نفوسي سهل نينوى، هسه يريد ابني هناك والله العظيم ما يخلوني. يعني هاي هم مشكله. زين هاي عمليات قبل فتره اجى السهل، لان صدر رئيس الوزراء انطى امر بنقل لواء 30 من هناك اللي هو تابع البدر. والله العظيم قائد عمليات راح، الاهالي اهالي الشبك يعني السهنينو بالله بدنا عالات وبالقنادر وبقائد قائد العمليات، اقسم بالله لو رايح بمناطق سنيه وعربيه وبس يصيحون عليه مو يضربوه، اذا ما الحمايه رجعوا رموا عليهم رمي عشوائي وكتلوهم نصهم. بس شيء ما اريد احنا نقول سنه، بس هذا الواقع. يعني احنا ما يصير نظل عواطفنا، هذا الواقع. شبك تابعين اللواء 30 والاهالي هم اهاليهم، هم منو اللي، والشيوخ مع الاسف يسمون نفسهم شيوخ من الموصل، جاء امر انه ينسحبون العصائب، يطلعوا المظاهرات يروحون على المحافظ، ما اريد العصائب يطلعون. انت ايش مستفاد من العصائب؟ انت يا شيخ طلعت ب 25,000، والله العظيم اكو ب 25,000 طلعوا، يدعي نفسه الشيخ. انت جاي ايش جاي تحكي؟ جاي تسوي؟ مو عيب عليك؟ مو عيب على عقالك انت لابسه؟ كافي، انتهينا. كل من يجي كم مخبينا، كل من يجي هين بينا، واحنا هاي العواطف ما لنا،
ما يصير يعني، والله العظيم والله العظيم الله من فوق ما يقبلها يعني. هاي الناس هسه بالخيم بالحر وجاينا الشتاء زين، وتريد ترجع لبيوتها، انت وين ترجعها يا اخي وين ترجعها؟ نعم هي بعد نعم. الجثث من شالت، هي العبوات بعدها موجوده، العبوات موجوده عمي. نعم شكرا 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 لك ابو محمد، واعتذر لقطعة الاتصال بس عندي اتصالات كثيره. ابو ياسين من بغداد رجع لنا مره ثانيه، حياك الله ابو ياسين. رجع انقطع الاتصال ويا ابو ياسين، اعتذر منك. يعني القضيه اللي يعانون من عندها النازحين قضيه مهمه، وحذرت من عندها منظمات حقوقيه دوليه، حذرت الامم المتحده، هيومن رايتس ووتش، اكدت انه يجب ان تجد الحكومه اساس ومتطلبات حقيقية لعودة النازحين، أن تكون العودة بشكل طوعي لا بشكل قوس بشكل قسري، أن النازحين يرجعون لبيوتهم ما يرجعون إلى مخيم مرة ثانية، يلا يرجعوهم ويحطوهم باصات ويرجعوهم إلى مناطقهم. وهسه أكو 3 هجمات مسلحة على النازحين محافظة صلاح الدين، نازحين اللطيفية وجرف الصخر وديالة، يأكدون أنه أكو مطاردات للي رجعوا حتى ينزحون مرة ثانية. اليوم المتصلين حكوا كثير من القضايا. أبو جعفر يقول هو مخطط إيراني للي دا يصير بالعراق. أبو نزار بالبداية قال مخطط إيراني للي دا يصير. أبو عباس قال ليش يسوون يعني ليش يسوون سنة وشيعة، قصد ليش يخلقون طائفية بالعراق؟ ماكو أي طائفية، إحنا سنة وشيعة وصابئة ويزيد ومندائيين وكرد وعرب وشبك وآشور، وكنا عبارة عن طوائف، وأعتذر من الطوائف اللي مذكرتها ما حضرني اسمها، كنا عبارة عن شعب عراقي ومكون إلى دولة كان فسيفساءها الجميل هي هاي الطوائف، طوائف متصهرة مع بعض عايشة مع بعض ما عندها أي مشكلة. هذا اللي اليوم لخصوه المتصلين في اتصالاتهم. أما الأخ مصطفى من بابل، أذكر اتصاله قبل فترة برنامج صوتكم، يقول إن أنا نازح من جرف الصخر، صار 6 سنوات من حررة جرف الصخر، ليش ما يرجعونا؟ يقول إحنا كش ما نريد من الدولة، إحنا نريد بس نرجع إلى مناطقنا. يعني الرجال من دا يحكي يقول ما أريد يعوضوني، ما أريد يطوني شيء، أنا أريد بس أرجع ديرتي. وهو تساؤل مشروع إلى كل نازح، انه منطقته حسب الادعاءات الحكوميه تحررت، ليش ما تخلوني ارجع؟ ليش النازح اليوم ما مسموح له يبقى بالمخيم او ما مسموح له يرجع لمنطقته، وهو يريد يرجع وما مسموح له يرجع، واللي رجع اخذوا عليه 1000 تعهد وهسه دا يطاردوه حتى ينزح مره ثانيه؟ هاي التساؤلات اللي دا يطرحوها النازحين واللي برنامجنا دا يطرحها. ليش الحكومة ما ترضى بيهم يرجعون لمناطقهم؟ وليش ما ترضى يبقون بمخيمات النزوح؟ ومنو هاي الجهات اللي قاعدة تطارد النازحين بجرف الصخر، باللطيفية، بديالة، بأي مكان؟ المن تتبع؟ وشنو الأوامر اللي تلقتها؟ والدولة تدري بيهم لو ما تدري بيهم؟ عادل عبد المهدي يدري بيهم لو ما يدري بيهم؟ النازحين لجنة متابعة أمور النازحين وينها؟ البرلمان العراقي وينه؟ مسؤولي المحافظات وينهم؟ نواب المحافظات اللي بها نازحين وينهم؟ هاي التساؤلات كلها نطرحها، اتمنى القى اجابه بها عنها عفوا او عليها من المسؤولين. ام فاطمه وياي؟ عليكم. حياك الله، تفضلي ام فاطمه. الله محييك على عيني. سلمك ربي، تفضلي. الله يرضى عليك. والله يا اخي هذول الله بلاله ديهم بلوه، هم اصلا لا مريض مهتمين به، لا هم عاد حايرين بالنازحين. نعم السرطان تفشى بالعراق، يعني شو يتعب اللسان. نعم هذول مو حكومه، هذول مو حكومه، هذول عصابات حرامات تسميهم حكومه، حرامات والله حرامات، يعني نعم. حرام علينا نقول حكومه، يعني الانسان نايم بالشول، نايم بال يعني العراء، نايم يعني لا بيت لا الانسان الاحترام. هسه بهيج وقت بالعراق الحيوان اجلك الله، يعني الاحترام اكثر من الانسان. يعني ما تفكرون بهاي العالم، ما تفكرون بالطفل، ما تفكرون بالانسان الكبير، ما تفكرون. حرامات نقول حكومه،
لان دولة عصابات. نعم شكرا 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 أيه. شكرا لك ام فاطمه. ابو طه من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ اسد. عليك السلام والرحمه والاكرام. هيا خاصه لك ولا قناه الرافدين. يسلمك ربي حياك الله. انا استاذ اسد بالنسبه للنازحين زين ما حد يقدر يرجعهم. نعم. لا رئيس جمهوريه ولا رئيس وزراء ولا رئيس البرلمان ولا الحكومه كلها. نعم. كل امورهم كلها بيد الميليشيات المسلحه وبيد ايران. نعم. شوك تميل هيديهم ايعاز من ايران ذول يرجعون يرجعوهم. زين يعني هسه شنو ذنب هاي العالم بهذا الحرب قاعدين بالمخيمات؟ زين شنو العيشه اللي عايشيها؟ نعم. تحاكيهم يقول لك احنا بحاله تقشف. منو يقول احنا بحاله تقشف؟ بلد يصدر 7 مليون برميل نفط يوميا وهذا حال الشعب ماله؟ نعم. مجمع سكني يقدر يبنوا لهم 7 مليون برميل نفط يوميا يصدر العراق. وين ده تروح؟ العالم ماتت من الجوع، ماتت من العطش. نعم. زين شنو الحلف هاي النازحين؟ مناطقهم تحررت. زين وهم الو وياك ابو طه تفضل. مناطقهم تحررت. نعم. زين لا هم مصلحين المناطق مالتهم. زين ولا هم مخليهم يرجعون، هم اللي يصلحون مناطقهم. نعم. زين هم خليهم زين بهالشغل هاي وهالمخيمات هاي الاطفال مثلا دا بروحهم على الشاشه، الاطفال هاي شنو ذنبهم؟ النساء الشيوخ الكبار من يتحمل مسؤوليتهم؟ يا وضعي هاي. نعم. يريدون من الشعب اكثر من اللي سووه؟ ايش يريدون يسوون بعد؟ نعم. وانطيك ابسط دليل استاذ اسد، ابسط دليل راح انطيك بانه هاي الحكومه حكومه كذابه. نعم. يعني يقولون تقشف وما عندنا ميزانيه للكهرباء. اقسم لك بالله العظيم احنا من البارحه بالسبعه بالليل لحد الان ما انطبت عندنا الكهرباء. زين؟ بانه على مود استشهاد امام الحسين سلام الله عليه. زين يا تقشف، الكهرباء موجوده وقبل فتره طلع واحد اتصل بقناه الرافدين قال الكهرباء قاعده تتحول للاردن، وانا ايد كلامه 99% او 100%. زين يصدرون الكهرباء للاردن وينتقمون من الشعب العراقي. زين بس ابو طه يعني هو العراق ده يشتري كهرباء من ايران اصلا. انا اعتذر منك لكن الوقت راح يداهمنا وعندي ايضا رسائل واتساب واتصال ايضا. شكرا جزيلا لك ابو طه. احمد من كركوك حياك الله. حبيبي صادرك الله يساعدك. يساعدك ربي تفضل. صحتك امورك والله. بس بخصوص المغيبين بيها مجال احكي بيها؟ تفضل هو موضوعنا اليوم. والله بالنسبه لي انا عسكري. اهلا بيك تفضل. تداوم بالرمادي. نعم. تداوم بالرمادي. نعم. فاثناء شغلت الفلوجه القرمه الصقلاويه. فسمعت جنود قالوا والله العظيم هم احياء دفنوهم بالشفر. ايه. جماعه القرمه الصقلاويه الفلوجه طاش ما طاش. نعم. فاسمع جنود يحكون يقول والله دفنوهم بالشفر. هاي معلومه. معلومة ثانية قلت إذا أطلع على الخارج أنا بالنسبة لي مسيحي بالأصل. بس مستسلم، فإذا أفلت للخارج عندي 9 أطفال، شلون هذه ما أدري. الشغلة ما عاد يعني ما بها مع طول هذا الحكومة الذبح مستمر و طيب. نعم.
فماكو بيت بالمناطق الغربية. نعم. إذا ما يفلشون يقولون هذه مضافة. وين عمي مضافة شنو؟ والله لا مضافة ولا بطيخ. نعم نعم. نعم شكرا. وأنا أشكرك أستاذ رافل، وبعدين إن شاء الله عندي معلومات غيرها. نعم. تمام تمام أشكرك أشكرك أخ أحمد، وأي معلومات عندك أتمنى ترسلها إلى أرقام القناة أو تتصل على برامجها. شكرا لك أخ أحمد. بالنسبة إلى الواتساب عندي رسالة تقول: تحياتي قناة الرافدين صوت الحق، نحن نموت بجميع أنواع وطرق الموت، نموت غرقا، نموت مسلوبي الإرادة لكوننا شعب فقير وخانع للجميع، الطغاة الذين يحيون كما هي عادة الجبناء، نحن ننتظر من يحمينا من الطغاة. تحياتي لكم شروق علي. تحياتي لك أخت شروق وشكرا جزيلا. السلام عليكم أستاذ أفل، أنا عراقي شيعي، أقسم بالله إيران وأحزابها دمرونا، فساد قتل تهجير رشاوي بالتعيينات وعصابات، والمواطن العراقي حيل كره الحياة من وراهم، وكل مرة أدعي ربي ينزع الحكم من الشيعة وإرجاعه إلى أهله. رسالة أخرى: السلام عليكم أخي وعلى قناتكم، الحقيقة الأساسية هي هاي الحكومة الفاسدة الإيرانية اللي هسه تحكم بالعراق وبالشعب العراقي، يعني شنو معناته يجون كم حرامية من إيران ويحكمون؟ أني ليش أخلي من غير دولة يجي ويستلم الحكم ويستلم هذا النفط الحلو والبلد الحلو؟ مفروض نسوي ثورة مضبوطة ناجحة على هذول الفاسدين، لأن كانوا يحكون على صدام. بالعكس هذول دكتاتورية اللي هسه يحكمونه، شنو مالك يبيع سبح بسوريا يجي يحكم العراق كم سنة ويبوك 50 مليار دولار، وابن أحمد يلعب لعب بالفلوس. وعندي رسالة أخيرة تقول: السلام عليكم أخي وحياكم الله، أقول كلمة والله ثم والله، ربي يكون كون بعون النازحين وصبرهم، ما حد حاس بهم لا صيف ولا شتاء يجي، هؤلاء الخونة هم دمار العراق. حلقة اليوم كانت عن مأساة النازحين ومعاناة النازحين، أكو هجمات تصير عليهم، حذروا كثير من المنظمات من هذا الأمر، لكن ما حد يسمع. ليش الحكومة مدى تحكي؟ ليش مدى تبني؟ ليش مدى تعمر؟ هاي كلها تساؤلات نطرحها، والجواب إلكم وإلهم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بنفس الموعد، إلى اللقاء.